نعم، بدأ التصويت الخاص في محافظة ذي قار بواقع 21 مركز انتخابي للتصويت الخاص بما يقارب أكثر من 36 ألف ناخب. هناك مركزين خاصين للتصويت للنازحين في محافظة ذي قار، الأول في قضاء الرفاعي والثاني في مركز مدينة الناصرية. هذه يعني التصويت الذي بدأ عند الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة، توافد العشرات من أبناء القوات الأمنية لإدلاء بأصواتهم. هذه الانتخابات المصيرية الأهم منذ عام 2003 التي يعني بمراقبة دولية كاملة، وصل يوم أمس وفد من اليونامي إلى محافظة ذي قار لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مراقبين دوليين ومنظمات مجتمع مدني لمراقبة هذه الانتخابات. الانتخابات التي تتوقع عن يعني تكون الأعلى بالتصويت خلال هذا العام. نسبة توزيع بطاقات الناخب في محافظة ذي قار تجاوزت 85% من عدد الناخبي محافظة ذي قار. محافظة ذي قار تعتبر مهد الانتفاضة التشرينية في محافظة ذي قار، التي طالبت ونادت بالتغيير من خلال صناديق الاقتراع، رغم هناك يعني من عارض الانتخابات أو مقاطع الانتخابات، إلا أن صناديق الاقتراع حاليا وتوافد القوات الأمنية إلى صناديق الاقتراع ما تزال مستمرة وبأعداد غفيرة من قبل القوات الأمنية. الاستعدادات الأمنية في محافظة ذي قار على أتم وجه، هناك قوة أمنية من محافظة بغداد وصلت إلى مدينة الناصرية لحماية هذه المراكز 21 الخاصة بالتصويت الخاص. نعم.